هنا بلدة مجد الشمس في أراضي الجولان السوري المحتل. يتظاهر الكبير والصغير دعما للمتظاهرين في السويداء ومحافظات أخرى. يبادلونهم التحية. نحن معكم، يشاركونهم المطلب. إسقاط نظام لم يحكمه، ومحتل فصلهم عن الجسد سوريا. مجموعة شبابية ناشطة في الجولان المحتل تنظم هذه المظاهرات. رسالتهم لنظائرهم في السويداء: أنتم الصوت ونحن صداه. السويداء انتفض أبناؤها منذ أيام، مستنيرين ببطولة جد السوريين قائد الثورة السورية الكبرى سلطان باشا الأطرش الذي ثار لكسر نيل المستعمر الفرنسي. صدى صوت ثوار السويداء لم يصل إلى الجولان الحبيب كما يسميه السوريون فحسب. هنا في إدلب التي شهدت المآسي من نظام الأسد وطائرات روسيا، تظاهر الأهالي في أكثر من مدينة. حارس المرمى السوري عبد الباسط الساروت مات، إلا أن كلماته ما زالت حية، يرددها من يواصل المسير على طريق مشى عليه سوريون كثر مرددين: الشعب يريد إسقاط النظام. خرج عشرات السوريين للتظاهر عام 2011، وقتل بعدها أكثر من نصف مليون سوري، وشرد الملايين. واليوم يستمر الصدى أملا في الحصول على الحرية المنشودة.